السلام عليكم خوتي، كنتمنى من الله كلشي يكون مزيان. مباشره من دوار ولاد مطاح الغربيه. ولاد مطاح الغربيه هي اللي معروفه بالتحيتيه، جات تحت السكه في مدينه تماره. الملف ديال القاطيني دور الصافيح بمدينه تماره. كنحاولوا نغطيو معكم دوار ال الحاج بن ناصر وسيدي محمد الشريف. في نفس الوقت غنحاولوا اي مستجد كان غنخبروكم به. السيده اللي قدامنا كتحكي على واحد المشكل اللي واقع لبنتها اللي ما حيطوش ليها الاستفاده، وغنخليوها هي تشرح لنا بالضبط شنو واقع. وكنتمنوا من الله ان السلطه المحليه تاخذ بعين الاعتبار جميع الملفات ديال الساكنه، لان بنادم ضيع حياته في البراكه وفي الاخر غياخذ قرض مع 11 مليون ونص الى خلص الكاش، يعني 10 مليون والنظيره والمصاريف الموازيه. الى مشى الكريدي 18 مليون زائد الترحيل ديالهم لمدينه الصخيرات، وكنعرفوا المصاريف اللي كتزاد والترونسبور، وكاين اللي خدمتو في تماره، وكاين اللي خدمتو في الرباط، وكاين اللي خدمتو. كنتمنى من الله يدير الله شي تاود الخير لهاد الدراوش هادو. خليكم مع الفيديو. انا سيدي بغيت بنتي تدي، عندها ثلاثه، عندها جوج وليدات، ولد وبنت، ومطلقه ثلاثه سنين باش مطلقه. وملي درنا الدوسي ديالها ودفعناه قال لك لا سيري رديه، تنعيطوا على المطلقين، عيطوا على الناس، وهي يا ما قبلوش ليها. ودازت شي حاله ديال شي وحده مطلقه وعيطوا ليها؟ دازت المطلقه، دازت المطلقه وخاضت المطلقه، خاضت من حدانا، خاضت من حدانا، خاضت مطلقات، خاضوا من حدانا. كما كنشوفوا الاخوان باللي السيده اللي قدامنا بنتها مطلقه وعندها جوج الوليدات، عندها جوج وليدات ياك، وليد وبنيه، وليد وبنيه، مطلقه 3 سنين. هذه قالوا لها باللي الملف ديال المطلقات من بعد، ولكن كاينين النساء اللي مطلقين وعيطوا لهم من حدانا، من حداكم نيت. اييه شنو الرساله ديالك دابا؟ الرساله ديالك للمسؤولين. بنتي ما تضيعش يا وليدات، انا بغيت بنتي تاخذ، ما تضيعش يا وليدات. عندي جوج وليدات وخدامه مسكينه على كتيفاتها على وليداتها. الدوار اللي ساكنين فيه انتم شنو سميتو؟ ولاد مطاح. ولاد مطاح الوداد التحيتيه. هكداك انا قلت لهم التحيتيه. وهاد السيكتور زازير، هاد السيكتور اللي فيه هنا سيكتور زازير النمره 4، يكون وعندها لاكارت ديال هنا، ومطلقه هنايا، مطلقه هنا في المقاطعه هنا الفوق، ومصابه ورقه في المقاطعه، وكلشي في المقاطعه ديالنا. وليداتها كيقراو هنا نيت؟ اي وليداتها لا ما كيقراوش في هاد المدرسه، كيقراو الفوق في تماره نيت. اي في تماره. اي ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.